ما الذي تحكيه عادات نومك عن علاقتك؟ كشف بحث نفسي حديث أجري في مهرجان إدنبرا الدولي للعلوم حقيقة مثيرة للاهتمام، وهي أن أي تغيير في علاقة الزوجين المحبين يؤثر على الفور على الوضعيات التي يأخذها الشريكين أثناء نومهما. النقطة المهمة هنا ليست الوضعيات التي يحتضن فيها الزوجين بعضهما قبل الخلود إلى النوم، بل تلك التي ينامان فيها طوال الليل ويستيقظان عليها في الصباح. وضعية عناق شهر العسل. تميل هذه الوضعية إلى الحدوث إذا كان الشريكان قد بدأا للتو في التعارف أو قضيا بعض الوقت بعيداً عن بعضهما البعض. هذه الوضعية شائعة أيضاً بين المتزوجين إذا كانت حياتهم العائلية لا تزال عاطفية ومليئة بالحب والمودة. وضعية الحوار. هذه الوضعية شائعة جداً بين الأزواج الذين يحتفظون بعلاقة قوية بينهم، ولكنهم لا يزالون بحاجة إلى قضاء المزيد من الوقت معاً والتواصل أكثر. وضعية النظر إلى النجوم. كلا الشريكين ينام على ظهره. عادة ما ينام شخص على ظهره بينما يرقد رأس الآخر على كتف شريكه، مما يجعله الشخص الذي يعتمد أكثر على الآخر. هناك كيمياء رائعة بين هذين الزوجين، ولكن في بعض الأحيان يشعر أحدهما أنه غير مرتاح قليلاً لأنه مجبر على وضع وجهة نظر الطرف الآخر في الاعتبار. وضعية مهد الحبيب. هذه الوضعية مشابهة جداً لسابقتها، ولكنها أكثر حميمية، وهي شائعة جداً بين الأزواج الذين لا يخشون إظهار مشاعرهم، فهم لطيفون جداً ويهتمون ببعضهم البعض. تعني هذه الوضعية في العادة أن الرجل أكثر سلطة وسيطرة في العلاقة. وضعية أنا أقدرك. عادة ما يكون هؤلاء الأزواج سعداء للغاية ويتمتعون بعلاقتهم بصدق. تعكس هذه الوضعية الاحترام المتبادل للمساحة الشخصية. ظهورهم التي تلمس بعض هي دليل على أنه من المهم جدا أن يشعروا بوجود شريكهم بالقرب منهم. وضعية التحرر. قد تظهر هذه الوضعية أن الزوجين ذهبا للنوم بعد خصام كبير، ومع ذلك فإن هناك تفسير بديل. ربما يكون كلا الشريكين فردا مستقلا للغاية وأنانيا ويتطلب الكثير من المساحة الشخصية. وضعية ملك السرير. عادة ما يشعر الشركاء الذين يتمددون على جميع أنحاء السرير بالحاجة إلى إثبات أنفسهم بدلا من إظهار مشاعرهم لشركائهم، وغالبا ما يكون سلوكهم في العلاقات أناني جدا، وهو ما ينعكس على عادات نومهم. وضعية الملاعق. تشير هذه الوضعية إلى علاقة متناغمة وعاطفية في نفس الوقت، كما أنها شائعة جدا في السنوات الأولى من الزواج. عادة ما يلعب الشريك في الخلف دورا مهيمنا في مثل هذه العلاقات، الشريك الآخر وعلى العكس يستمتع بالشعور بالحماية. وضعية الملاعق السائبة. يختار الأزواج وضعية مريحة للغاية لوضعية الملاعق مع توفير مزيد من الحرية لبعضهم البعض. هذه الوضعية لها تفسيران محتملان على الأقل. أولاً، تعكس الوضعية علاقة بدون عاطفة. على الأقل يشعر أحد الشريكين بهذه الطريقة، هو أو هي لا يشعرون بالحاجة إلى أي اتصال جسدي، أو ببساطة غير راضين عن شركائهم. في الحالة الثانية، الشريك الذي يدير ظهره يثير الآخر للتعبير عن مشاعره، وهو على استعداد للحصول على مزيد من الاهتمام. وضعية عناق الساقين. يفضل الشركاء عدم النوم في اتصال جسدي وثيق، ولكنهم يلمسون القليل من بعضهم البعض. في العادة، الأزواج الذين ينامون في هذه الوضعية يتشاركون وئاماً عائلياً وثقة متبادلة، وهم يعطون بعضهم البعض حرية، بينما يحافظون على جسر صغير لللمس والشعور ببعضهم البعض حتى في الليل. هذا التفسير صحيح بالنسبة لي، ماذا عنك؟ شاركنا أفكارك في التعليقات أدناه. لا تنسى أن تضغط على زر الإعجاب وأن تنقر على خيار الاشتراك إذا كنت تزور قناتنا للمرة الأولى.